الورق هي مصانع اساسا اعاده تدوير مخلفات. بالنسبه لنا هنا الورق مصانع الانتاج ورق الكرتون. بدانا باول مصنع اللي هو انتوا شفتوه في قصادنا ده. ده كان انتاجه جايبين المكن على اساس ينتج 30 طن من ورق الفلوت اللي هو بيتصنع منه الكرتون. وصلناه برضو بفنيين او خبراء مصريين ل 50 طن في اليوم الواحد. بيبدا من بنشتري الكرتون بالطن، الكرتون المستعمل، كرتونه الشيبسي، كرتونه الثلاجه، كرتونه الفاكهه، بنشتريها بالطن. وبعد كده بتخش على المخازن على العجانات، من العجانات دي بتطبخ بميه وبتخش بعد كده على خزانات، بيتم تجميع الماده الخام فيها وبيضاف لها ماده النشا، وبتخش بعد كده على المكنه اللي هو المصنع نفسه الخط. بتخش بتبدا بمرحله على الواير زي ميه او طينه سايله، بعد كده بتخش على مرحله العصر، العصارات بتجفف فيها، بتضغط فيها وبتنطر من او بتخلص منها من اكتر نسبه من الميه يعني. بعد كده بيخش على مرحله التجفيف اللي هي المرحله السخنه للتسخين، بيتم تجفيف الميه تماما من الورقه، وبتطلع الورقه بعد كده بتخش على المقص، بتتقسم حسب طلبيات مصانع الكرتون اللي هو بيتصنع الكرتون. هنا ثلاث انواع من الورق بينتج 150 طن في اليوم، كله برضو بيتدخل في الكرتون. في ورق اللي بيتصنع منها الورق اللي هي بتبقى على ظهر الكرتونه، في اللي بتبقى مضلعه ومن جواها، في بتصنع منه ورق النتائج والشنط والاكياس، وفي نوع بيتصنع منه شكاير الاسمنت. حاليا اللي احنا واقفين ده ينتج ثلاث انواع من الورق. المصنع الاولاني اللي انتوا شفتوه حاليا بينتج 50 طن في اليوم. ورق الفولت نوع واحد من الورق اللي هو بتصنع منه الكرتون. هنا ده بينتج ثلاث انواع من الورق، الفولت والفاخر والكرافت، وهنا بإنتاجية 150 طن في اليوم.